علي نحن وين رايحين هلا؟ اصبري رح نوصل تقريبا انسة سيفدا. ليك انا قلت لك علي ما فهمت. يعني فيك تناديلي سيفدا بدون انسة؟ صار لازم نشيل هالالقاب مو؟ بس هالشي ما بيناسبك شيخي. طيب ماشي اتفقنا خلص بلا القاب. شو صار؟ ما بعرف رح شوف. شو صار؟ تعطلت مو؟ هاي السيارة أحيانا بتتدلل. تتدلل؟ ايه هلأ صار لازم نقنع انه تكمل فينا الطريق. تعرف تصلح سيارات مو؟ يعني يا سلام. وهي شفت مهارة خامسة اليوم. ما قلت لك؟ طيب بدك ساعدك؟ ما في داعي شكرا. شو صار؟ مو حد ساعديني؟ أنا جيت. أي نعم. في بصندوق السيارة شنطاية عدي جيبيلي إياها. أها رح جيبها. علي كأنه هون في ذئب. الشنطة. تعطيني الشنطة؟ ايه خدها. عادي بالسيارة الذئب ما بيفوت عليها. ما بيقدر يفوت؟ طيب. منيح اللي قلت لي انه الذئب ما بيقدر يفوت لهون، ما خطر ببالي هذا الشيء. شو صار؟ رح تشتغل هلا؟ ايه شو هالشي؟ وسختي اوعيكي وانتي عم بتقتلي الذئاب هون. ما قلتي لي كم واحد موتي؟ يعني كم اصابة بيناتهم؟ ايه طلع على حالك. نعم؟ ليك وشك وعيونك، زيت سيارة وشحم. لا لتحت شوي. راحوا؟ وقف وقف أنا رح أمسحه. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında benim gönlüm.
شو اللي صار؟ وأنا بجورة على الأغلب. لا، مطب صغير على الطريق، بس شكله هالمطب منيحة. الراديو اللي ما كان عم يشتغل اشتغل. النزف يلي بإيدك كل ماله عم بيزيد، لازم نروح على المشفى. ليش مصر ما تروح؟ أنا بخير وقربنا نوصل. شو قربنا نوصل؟ أكيد نحن ماشيين بالطريق الغلط، ما في ولا بيت هون. ليه؟ لا قدام شوي، أنت بس اصبري وما عليك. مين بيعيش على هذا الجبل؟ ليش ما بتقلي نحن لوين رايحين؟ لعن بابا توغرول. بابا توغرول؟ مين هالزلمة؟ يلي علمني كل شي بعرفه بدار الأيتام. رح نوصل من على اليمين. مين هذا يلي إجا؟ أنا بابا توغرول. علي؟ هذا أنت علي؟ إيه بابا، وفي معي ضيف. مين هو ضيفك يا ابني؟ أنا سيف ده. أهلين يا بنتي. أهلين عمو. بابا هذا دم يا ابني، انت عم تنزف؟ ايه، ساعدنا عمو، هو عم ينزف كتير. علي؟ علي شو صاير معك؟ لا ما في شي مهم بابا، هذا خدش صغير بس. خلونا نفوت لجوه.